بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وكب الأبناء آيات الصدنات وصورة قاس كمير. إلهي سبحانه وتعالى وهو نورس ورمي من كفار ساهاي هي شيادين كل حريصي ما ننسى قيام الضوضة بحمر ريسة هي سيد إلهي سبحانه وتعالى أبو جوابه وهوي إلهي وحونا الضوضة هاي وها الدودة هي الشيطان كا وقرين كا هي كافر كا هي الدودة هي مركا ساء وحاو لي هايوضة إلهي سبحانه وتعالى قرين كيسي كافر كا أو شيطان كا هاي تبيه وأنه مباريين أيو ليه أدون كان أسيه أشياء باري وحق كفر أيو خطونا أسيه نوحو ليه أسيه أيه إباديه الله مركا وحاو كليه أسيه لها كدودين ما أنت ماشان دول وحبا أنفع ميس وقد قدمت إليكم بالوعيد قوتينا أدمير واجي تهر مريي وقفته ميواي إن العذاب يقيامه ورأي يقوت تهر مريي على السنة رسل قولك أنا لما بدلها يعني السيد والسيد إلهي هري وقدري ووهو البعوض دراسلين أي أرند كل مانيسا أنه من إيه أي ليها ألا سبحانه وتعالى من ظلمي أدومك أودن بالله أن أعذابه وألو حينك لحجرنا أهوال القيامة أينك لحجرنا إلهي وحول سبحانه وتعالى واذكر حصول إلهي يوم ما لنا قول آن لا نحي لجهنم نار جهنم اللي إذا أقول لنا هاي هل إن تلأت مبوح سنت جهنموي وتقول أيضا إيلاد هاي هل هي من مزيد وحد يا دام يا جاء إيلاد يوم ذا نورت وضعف وي مركا وحان نصبنا يا ليلي غلام تهر وي يوم مالين أيانا دسك أدومنك جميلي النوار ليه كره الكاس للحريري يوم مالين أيانا أدومنك الدلمين ينود إلهي نقول أقول لهم ما يود إلهي لجهنم نار جهنم الإلهي هل هي إن تلأت مبوح سنت جهنموي وتقول أيضا إلهي سورة الاستفهام أي خده سأوث آلو كلا هل هي من مزيد وحد يادا مياجرة مالين تاس أيانا أدومنك الدلمين معناه حوية ما أنا بظلامي يوم قولي لجهنم وي أنا ومئه من الظلمين أي أضومنك يوم قولي لجهنم ما لنت جهنم أن أولئها سلة وي هل هي إن تلأت مبوح سنت جهنم وي استفهام تان هالظهر وحوي استفهام تحقيق وعي لوعده بملها معايل إلهي وحو يضوحي جهنم إن بوحنا هو جميع أنت وكبوحنا وأتألى وأطولهي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين مركع الله مركو ليهي هلين تلأت مبو إحسنتي استفهام تاسوحين غنيسا استفهام تحقيق لله وها إلهي أحقي جعيا وإي أو أي ضوهي أي إلهي أحقي جعيا وتقول عيضنا وحي لهي سورة الاستفهام أو سؤالوك لا هل هي من مزيد وحد يا ذا مياجرة وحي كود هالي في الله أصحه غير من سرأت به وحد يا ذا مياجرة أنه حوالي ما أولادك واطعنا أمئه وإنتان هذا أن تبوح سمي إنك لانتوض الوكر بي مقع رأي لاس أي قد امتلأت في خوضة وين بوح سمي خوضة إنتان وحكا بغنه أنه مقع ذلك روي مركع الله وذوري سبحانه وتعالى وتقول وحي لا ذهي هل هي من مزيد وحد يا ذا مياجرة زيادو حوية أوضمها إلى ذانو إنتا هدى أن تبو إحسامي وحكا لانتور أو مركا سوى حوية أوضانوها أيو أو أن تبو إحسامي مجلسوي هرين ذاتنا هدى وحال خصوصنا أي حديث وعر وريو فقول كان نزول عليه سعد والسلام لا تزال جهنم جهنم تزول ميسا يلقى فيها إن الوهدى أيو خرائق الوهدى يجري إنتيا وتقول أيضنا إلى ذاي هل من مزيد وحدي ألا مياجر حتى يلا رب العزة رب العزة انت هو قد جناي فيها جهنم قدمه قدمتي سؤود جناي وهو فتقول إلهي قد إلهي وانبو احتمي
وعزتك إذا لا قناتي فإن زوي بعض على بعض من برسال أي برسال خلق الظلم ويولا ينبو وتقول قد أيلاك وابو السمي وعزتك وكرمك أيام قناتي ولا يزال في الجنة يولا ينبو جمال كذول ما يفضل مال غيرادة جمال إيد وحوى يجني أنت كبو السمي حتى إن شاء الله لها خلقا إنت إلهي سبحانه وتعالى خلق هو أبو راي أو فيسكنهم إلهي وكد جناي فضل الجنة الجنة إنت غيرادة رواتك لو حي هذا فأما النار فلا تمتلئ نارته بدو سميته حتى يلا الله عليها هجله إلهي إنت ولكسي سوى الدجنايو يقول لها أتغع نهاية قد تولاية فهنالك تمتلئ مركاتيه سميته وينزوي بعضها إلى بعض بركات نبكك رأيه ظنيا فلا يظلم الله من خلقه أحدا إلهينا خلقه أحد مضل منها وإنت تلقبه إيه وإن جنبك شيء وعلاك مطيف سوي وأما الجنة يولا رسولك عليه السلام رواية بانسالة فإن الله ينشئ لها خلقا إلهي خلق أيو أبو ريا هذا حديث كان وحا قصو أروري لفظ القدم ورجل أيا قصو أروري وهي كمده متشابه كمده مركا وحا قصو أعي مثاب السلف إيه والخلق وي علماء السلف وي كان زهايا إلهي جارح وي كان زهايا علم كان إلهي أبنطق أيا وحا وي يدوي مركاسي او انا نقرني ليديه خلفنا وحي تأويل الكتب اينا وحي رابين مدامت اي هدلقان وحالو لجي ذا قون او اهل نار تاوي معاي لقدمت اي هدلق وحالو اضلاقا لغضا عربيري بين عدد او فرابضان وضطة سميدة ووحي تبقان تاي اتقو نهاي حتى يلا عرب العزة فيها العدد الكثير من النار إلهي إله هو قد جناي عدد فربان أو ضفة كميرا ليش رجله يقدمه لقليه عدد كثير من الناس ويجهل أو نار سلوى يبو حي وأنا أتكينا وكاد حديث لقولي عبد الله المسعود وعوضهي ما في النار بيس ولا سلسلة ولا مقمع ولا تابوت إلا وعليه اسم ساحله وعوضهي جنادكم يا لقري هي سلسلة هي جهون هي صندوق نار إلا وحاكر كيس فقرا قفك اللي قلنا عليه لو عذابه مجيز فكل واحد من الخزنتي متكس او عوية خزنة النار تكملنا ينظر صاحبه صاحب كيس وفيرنا الذي عرف اسمه مجيز او اقوان صغي هي سفنيس مركي وعوية وحي الامري او اوصده هي وحي مركاسي او كرنا احدنا مركاسي وعوية ما باقي نقون عيه مركا هذا خزنة وهي مركاسي أركيسا أفوال با وهي مركاسي لغو عذاب لهاي ومجعي تكيا لمركاسي كو عذاب آيه خاصة إذا مركاسي وال إرادة عبس علماء قالوا هاي إرادين والعلقدم وهجل لان وحيثنا يكتاي جلالك إلهي سبحانه وتعالى أو نار صلى الله تعالى أيوهي مركاسي يران إيسا هي عريريسا أي عريري نقون إيسا قلقاسي ستجيسا مركاسي وحيلا قد قدوهي ويبقى هذا الثلاث أي أول أولي للدنبو ووحا وي مركا لليه النار ويش تجيسا و إلهي سبحانه وتعالى قدمتيس إيا هلجيسا أيو كد جنيا إن كان أي كنغطو جلالك إلهي سبحانه وتعالى ومركا سوحا وي رسارا أيو جلالك إلهي مركا وفورني ويرانيسا ويعريسونيسا وجلالك إلهي مركا محمد كريسا نار على أي حال إلهي وحوله سبحانه وتعالى وتقول وحي إلهه لإلهي هل من مزيد يحجي أذى مياشرة وعلى سلسة روحة فطأر وري إن نارس اللي قبو حناي جني إنس اللي قبو حناي وعيدان رأيذنا إشارة إساء عيد داس كالانتوضو إن يبو حسني سنارس أي إلهي إشارة ووزيفة الجنة الجنبي والد ويجود إلهي إلهي قرآن كيسا عاليسا وحاقوب راستي هذه كفار تيام الكوذة لغورهم ضدك مؤمنين تيام الكوذة لشيغة مركا سودة يقلل وأزفت الجنة جنة والد ويو إلهي للمتقين هو على كعب سنة إياه الود وي ويو مكان هانا اللي سودة وينا يا مكان سيغطوغة در مكان إياه اللي سودة وي مكان كاسو غير بعيد نتو قيسيسا هو أنكفه وين وركا ويأكايا وأزفت الجنة جنة والد ويو إلهي للمتقين هو متقين تأيه لو دويي مكان أيان لو غسو دويي مكان كاسو غير بعيد نفسه قيسيسا
meel ay arkayaan ayaa la siinaya. naartana waa lasoo dhaweynaya, oo ahlu naarka loosoo dhaweynaya, jannadana sidaasoo kale ahlu jannada loosoo dhaweynaya, waa inta maxsharka la joogo. wayuqaalu lahum, soo qadira, waxaa loo leeyahay, haadaa midka kan oo aad arkaysaan, haadaa midkan aad arkaysiin, maalkii weeye suu caduuna laydiin yagu haaye, haadaa midkaanu maalkii weeye suu caduuna laydiin yagu haaye. likulli awaabintan waxaa laga bedelayaa, wasifat aljannatu, jannadii waa la dhaweeyey, lilmuttaqiina, waasaa laga bedelaya, muttaqiintaa loo dhaweeyey. likulli awaabin, mid noqoshan badan dhammaantiisaa loo dhaweeyey. lilmuttaqiina ayaa loo dhaweeyey, likulli awaabin, mid noqosho badan dhammaantiis ayaa loo dhaweeyey, oo ilaahay daacadiisa u noqonaya, xafiidan oo xifdin badan, oo xuduudda ilaahay ilaaliya. man ayaa loo dhaweeyey u dhaadana ilaahay subxaana watacaala, sii hore kasii bedel. man ayaa loo dhaweeyey jannada u ilaahay, khashiya raxmaana, allah raxmaankaa ka cabsaday, bilqaybi, qayb xaal uu ku sugan yahay. man ayaa loo dhaweeyey u ilaahay, khashiya raxmaana, allah raxmaankaa ka cabsaday, bilqaybi, qayb raxmaan xaal uu ku sugan yahay. oo ilaahay waxa weeye xawaasta kuma hayno, amase bilqaybi, qayb xaal uu ku sugan yahay ruuxaaniyo, dadka indhahooda uu ka qartan yahay, ayuu ilaahay ka baqay. oo wajaa la yimid u ilaahay, biqalbin, qalbi la yimiday, qalbigaasoo muniibin oo noqonaya. wajaa la yimiday biqalbin, qalbi la yimiday, qalbigaasoo muniibin oo noqonayo, ilaahay daacadiisa aqbalay weeye. haddana mutaqiinta waxaa loo leeyahay, ayaa ku qadara meesha, udkuluuhaa gala jannada, udkuluuhaa gala jannada, bisalaamin, saalimiin, xaal aasiin, kuwa nabadgalay, oo wax kasta oo laga khawfo ka nabadgalay. udkuluuhaa jannada gala ayaa loo leeyahay, bisalaamin, maca salaamina waa lay salaami xigeed. saalimiin, xaal aasiin, kuwa nabadgalay, oo wax kastoo laga khawfo ka nabadgalay. daalika, kaas ayaa laleeyahay, alyoomu aladii xasala fihi dukuul, weeye yoonkaas oo dukuulka uu xasilay, yoomu lkhuluudi, waa rasiinadii yoonkeedi weeye. daalika, kaas ayaa leeyahay, yoonkaan jannada dukuulkeeda uu xasilay, yoomu lkhuluudi, waa rasiinadii yoonkeedi weeye. waa maalintii lagu waaraya jannada, waan laga bixiyin. law, maxaa u sugnaada uli ilaahay mutaqiinta oo ahlu jannaha, maa yashaa-uuna, wixii ay doonaan ayaa u sugnaaday, fiihaa jannada dhexdeeda ayuu dhi ilaahay. law, maxaa u sugnaada uli ilaahay, maa yashaa-uuna, wixii ay doonaan, fiihaa jannada dhexdeeda ayuu dhi ilaahay. jannada wixii ay doonaan ayay iska leeyihiin uli ilaahay mutaqiinta. waladaynaa, agtaydana waxaa ahaa uli ilaahay, masiidun, ziyaada ayaa ah. ziyaada waxa weeye calaa maa camiluu weeye, wadalabuu, wax ka ziyaadaa wixii ay camal faleen iyo wixii ay dalbeen, wax ka ziyaadaa oo aan kusoo dhicaynin maskaxdooda ayaa ilaahay siinaya. maxay rasuulkeenu waa tawdhe calayhi salatu wasalaam, ina fi ljannati, jannada dhexdeeda waxaa maa laa caynu sacad, waxaan waxa weeye ilo aysan arag, walaa udunun samicad, dhegune aysan maqli karin, walaa qadara calaa qalbi bashar, bashar bani aadama qalbigiisan aan kusoo dhici karin. markaasuu nabigu waxa u dhahay, iqra-uu in shi'tum qawla allahi tacaala falaa taclamu nafsun maa ukfiya lahu min qurati acyunin jazaa bima kanu yacmaluun. marka alla wuxuu dhahay waxaa u sugnaaday ziyaado ayaa u sugnaatay. wa kan badanaa hawdha ilaahay, ahlagnaa intaanu halaagnay, qablahum, kufaaru maka hortooda udha ilaahay, min qarnin, ummad aanu halaagnay. markii laga soo waramay kufaartii iyo ma-aalkoodii, oo haddana ugu dambaysa ilaahay inooga soo waramay dadkii mutaqiinta ahay oo mu'miniinta ahay iyo ma-aalkoodii, waxaa hadda ilaahay tahdiid uu usoo jeedinayaa kufaaru quraysh, nimankii nabiga kasoo horjeeday iyo wixii lamida, iyo waxa weeye iyadoo rasuulkeena calayhi salatu wasalaam tasbiya loogaga dhigaayo, ilaahay wuxuu leeyahay wa kan badana hawdha ilaahay. kamsu khabariya oo bimacnaa kasiiran ah weeye, wa kan badana hawdha ilaahay, ahlagnaa intaanu halaagnay, qablahum, kufaartaan hortooda, kufaaru haadihi lumma ah, qablahum, kuwaan hortooda hawdha ilaahay, min qarnin, ummad aanu halaagnay. qabla kufaari quraysh weeye ayaanu halaagnay hawdha ilaahay quruun fara badan oo gaala ah. min qarnin, hawdha ilaahay, ummad aanu halaagnay, ummaddaasoo hum ayaguba ashaddu daran hawdha ilaahay, minhum, kuwaan xaggooda badshan xagga quwada ka daran. ummaddaasoo hum ayaguba ashaddu ka daran hawdha ilaahay, minhum, kuwaan xaggooda badshan xagga qabashada amase quwada weeye. fircad iyo nimanka xoogga badnaado jiri jiray adduunka soo maray. fanaqabuu, way fafatasheen hawdha ilaahay ummadahaas fil bilaadi, bilaadi ayay fafatasheen. fanaqabuu, way fafatasheen hawdha ilaahay fil bilaadi, bilaadi ayay fafatasheen. markii waxa weeye
أذاك أوسو تجاي أي بلادي ففتشي مركاتي وحي وايين ما لأي كوب أحسدان غيين ما لأي كوب أحسدان أي وايين إن في ذلك كافر صاشي قول إلهي لديك هواها أي قصدنا بالإلهي إن في ذلك كافر صاشي قول إلهي لديك هواها أي قصدنا هذا مشار إليه وحوية صورة بالله جيدي إلى هل كان لجسوا قاروا أي الله إشايا إلهي مركب هو الله سبحانه وتعالى إن في ذلك المذكور كالله صاشي عليه لذيك روانا يا قصوغان لمن دون أوصوغان كان له أو أهالي قلب قلب أو أهالي أو أمسع القسم عمق الكثيري والحال هو يكون شهيد من حاضر أويه هذا صورة دانوه إلهي نغسه ولما أهوال القيامة إلهي وحوليه سبحانه وتعالى وحا قصوغان وانا يا قصوغان يكا أوصوغان تاي لمن دون كان له أو أهالي قلب قلب أو أهالي إلهي أطوى حوية عقل إسكاله هو أن بس القسم عن مقل كفيرون إلهي وعدك دقيسة لقوضا والحال هو سوى شهيد من حاضر أويه وقلب يسوى حاضره معايلا لمرضه إن قلب جاء القاسل أو هذا أو جسم جاء سريع أو حاضر هذا وعلى هذا مركة وحدة دقيسان أيه جسم جاء وحوية وامتك آلده وحلو مقلة وحلو دقيسان أويه وعلى هذا قلب جاء هي مركة أسي آلده وحلو دقيسان أيه وصمعه إن لا يسوى فجال دونية لولا صدق سنة وافقين وحبا لقود يسمعيه والله يا قد حقيقها يود إلهي خلقنا وانو أورني السماوات السماوات وانو أورني إيا والأرض أهرضوا لإلهي إيا وما في بينهما سماوات أهرضوا لحاية في ستة أيام ما الميالعوا اللي حديثوا الأيام أورني كون كان أبورك إلهي أبورهم وقوهما سبحانه وتعالى سماوات أهرضوا وأغلى بينه ثبوت بكريم ولقد حقيقها يود إلهي خلقنا وانو أبورني السماوات سماواتك إيه والأرض أهلنا إيه وما في بينهما سماواتك أهلنا أدحاية في ستة أيام ما الميال أولي حقا لنك أبورني أحد أوه ريسي وحان أوضا ليس جمعه وما مصنا من نتابا نور إلهي من لقوب النوغن مصابا وسماواتك في أهلنا سام أبورني كم الدارين بول إلهي هذا إلهي وحوك أبورك غرفة عين فأقل وي قل ملحتي يا وحكي يا الله كأبور كرا مددا هذا دار وحا إلهي وصوى قبطي وهو يأدو من شيسا إلهي وقص عليه من يا إني تصبط أي سميان وحا أي سغان معايا لعنق أوجه نواليته مركا وحا ويا وحكست جدق إنا نكوجل وشيغ الله في صدق أي إلهي مقص عليه من يا إلهي سبحانه وتعالى وحا أصدق الله يسوى مجرا وي وما مثلا من لغوب نور إلهي نما صعبان نوب دال نما صعبان أيضا وحي سود كيبا ليلة إذو اللي فتنا أيو لمن كي يفوز ليلة محايا لو حي دهينا ليلة إن الله استراح يوم التبطي دهين إلهي ما نمت التبطي قواها حيثي فهو حي كوضا إلهي مركو أبورك السماوات في أهلها أحد أو قصوا بالله أو جمعاء وكدمي حاوي الدال أيها هو غحى السري مركا ما نمت التبطي أيوها حيثي دهين ربنا سبحانه وتعالى أليس فجيسا ويتبقين كصفة المخلوق وقاله مخلوق فجيسا وقاله مركزوا ده إلهي وما مصنا من لغوه منه إلهي النوغ نمص هابني معايير عيقاه وحيدا بي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أولها الأحد وآخرها الجمعة يهود أياه وحيدا إلهي سماواتك أرده أبو رليح مع الموت هو أحضاء أوه ريسي ثم عن أوضا ريسي ثم استلاح يوم صبتي دين والسلقاء على العرش يدهن إلهي ما علمت يوم تبطي بأورها حيثي والسلقاء على العرش يدهن عرش أيو إلهي قد يقتضوه وحوية هلكاس أيو مارسي يبدلدل أغطي أحلي مركا عرش إلهي قد يقتضي وحيكتن لدي عقيدة اليهود وي وحي إلهي سبحانه وتعالى أستهد دي أيين كمتها المحايل اليهود أيو حيلا دين إلهي ما علمت تبطي بأورها حيثي أدنى وحي قدرين عرش أيو ظلدل أغطي marka ayaga waxa weeye waa kuwa sabtiga amalka ka tagay ayagoo meeshaas u taweeshanaya ayadaana marka soo dhigtay ayagoo lagu hadinayo ilaahay uu ku beeninayo in ilaahay subhanahu wa ta'ala maalin sabtiga u raahaysay iyo in ilaahay subhanahu wa ta'ala makhluuq ilaahay oo muxtaaj u yahay ilaahay makhluuq ma baahna oo ilaahay meel inuu kaalmo uu ka dhigto ama uu fariisto ama uu ku jeesto sida annagu kaleento taas mustahil weeye hadii la aqeedeyne way gaari karaysaa in uu gaalo فاصبر ثورة إلهي سيدك محمد كهو على ما في يقولون أي كو قول أيان منك يهودا كتبه
معايا الاستقابات إلهي أن لا يبقى هين أو جفك قوة هدين لي إلهي أن بعد كراه عد مركاسي لذا يسوي رسولك عليه السلام إيا مؤمنين تغمان صورة إليه مركا وحاله بهاية إن لغو صفراء له بهاية تصبر صبر أولا إلهي على ما في يقولون إيقو قوليا يهودي يقول كودوه معناها وهي إلهي سبحانه وتعالى مخلوق كتشبيه يعلم أياسه قليه وتبيح نزه أولا إلهي بحمد ربك مل صبيسا حالا تيكي كلهم بحمد ربك تنبي قال الحمد يسو إلهي وتبيح لذا تسبيح لأن صرادنا والوفترا وتبيح أيو لإلهي الدكر بحمد ربك تنبي قال الحمد يسو إلهي وكلهم فليح عميدا وي قبل ضلوع الشمس ورحلة على شهيدة قول قبل ضلوع الشمس ورحلة على شهيدة قول وأسراد الصبح عليه إيه وقبل الغروب بعد كهر أولا إلهي إنها قرأت لعنى وحاسد وقلاية صلاة ظهر في عفلك ومن الليلة هبينك وحقا مدنة فتبليك الدكاء والإلهي وعشائيك ومغرك أي عشائي ورجيه وأدبارك جودي صلاةها قراشوذن دكاء والإلهي وحين نقول عياني النواطشة ومصنونة عقب الفرائل فيها سبض وكالنطور صلاةها صنودة هو فاليلوذة قراشوذن للدكان أيها وأدبارك جودي نقول إنسا أديو حوية تسبيح لان لغو فسره لغو فسره تعال لغو فسره أرغبوا إلى أن تسبيح الحقيقة للغوية أو قادة هذا الشيء أيها حال إشكدر بيا إن إلهي لغو تسبيح له واستمع لي صوت إلهي واستمع يا مخاطبوي لذي سبسك للاك دابي هذا وحا إلهي لك دابي جميع المخلصين أو لن إلهي لك دابي مركزون أي ألا واستمع لجيسو كما لك دابا يقول كيغا واستمع لجيسو يوم مالي ينادي أنادينا المنادي في نادينا كاسوا عوي إسرافيل وي يوم مالي ينادي أنادينا المنادي في نادينا من مكان المكان أو كان نادينا مكان كاسوا قريب الأودو أو صمد أودو أرلاد مركي ليرادو أرلاد مركي ليرادو صمد ماش أودو أهوي واتقع أو بيت المقدس إياله أقرب مولع من الأرض وهي إلى السماء وهي نشأت بيت المقدس كتالة وبنك القيامة اللي جاي يرناي وهوية أغلظ مولع أوله السماء وهي أغلظ مولع السماء أوله أيام نشأت وهي وحال شيء جاي أغلظ سموه وكثر ريا لما يصبح ميل أيوه كثر ريا هو بيقويها السماء عليه وماش بنك القيامة اللي جاي يرناي بيت المقدس وهي مرك الله وهو ده سبحانه وتعالى واستمع لجيسو أيوه يقول شيئا يوم مالين ينادي أنادينا المنادي كي نادينا يأنا والله سوى ينادي المنادي ليلاده من مكان المكان وكان نادينا مكان تاسوه قريب أوده وأنا أوليها أيها العظام البالية أوليها لفيها بالي وبيو والله أوصال المتغضعة سيريها وقلب أبعيو والله أوم المتمزقة أوليها سلبيها وقلب أسيو والشعور المتفرقة تميه كالتغيو إن الله يأمركنا أن تجمعنا لفتلق الله إلهي وحوض فريا إن السلوك الانتين سلع إذن كالأفتارو لإذن كالأفتارو يوم ما علمه إلهي سبحانه وتعالى أيونا ذين يا مناجب يسمعون خلقه أي مغلعيان الصيحة تقايلها أي مغلعيان بالحق حق نمائك مغلعيان يوم ما علم أيونا ذين يا هول إلهي مناجب يسمعون أي مغلعيان خلقه لأمانتور الصيحة قيلها أي مغلعيان بالحق حق نمائك مغلعيان وبعث الوي ونفة الثانية ويجاء التأثير أو سمين عيس ذلك كاسول إلهي أو يوم نداء يوم نداء والسماع ذلك كاسول إلهي أي يوم نداء والسماع وي مالنت أنادنا أو خلقنا أي مغلعيان يوم الخروج صوب إنت مالنت يقول إلهي ذلك كاسول إلهي يوم الخروج صوب إنت مالنت يقول وما ننسى قبرها لك صوب حناي إنا أنوود إلهي نحن أنو تأثير وينفي وانو علينا ونميت وانتلينا إلهي يقول أنك أيا وحنا علينا أنك أنا وحدنا وإلينا حقنا أيانا المصير مرجع هذا إنا أنوود إلهي نحن أنو نحي وانو علينا ونميت وانتلينا وإلينا حقنا أيانا المصير مرجع هذا يوم ما علمه إلهي سبحانه وتعالى كنن كي ولا لقب الدليا يوم ما علم أي جسك صوبح أيانا وإلهي قبورك صوبح أيانا فشقق الأرض أرلده أيضا نبال ما يسوق إلهي يوم مالين أيها يوم الخروج كويهي فشقق الأرض أرلده أيضا نبال ما يسوق عنهم خلائق لحقوه أيضا نبال ما يسوق إلهي سراعا حالهم كودك دقاو إلهي سراعا حالهم كودك دقاو ذلك كاسوق إلهي ها
حشر كلمن وي يسير او كسهلا علينا قرطين ذلك تاسون عيود الهي حشر كلمن وي يسير او كسهلا علينا قرطين وحاوي ما انت او دكت خلائق اللي سكينا وحشر الهي السكين او نرسه لنا ونبن وحن والك الهي انت خلائق من لدن ادم نبي الهي ادم رسول بالله الى ان تقومت ساعته ساعد انت فقمت كل خلائق هاي وطن او جني انت هاي اي الهي ماشا سوكينا مرك الهي وحولي ارم تاسو ارم ادي ادم وسهلا او ان تباسم وحي نوي وحي الهي قصفك امجرا وي نحن أن نقول إلهي أعلم وين أسرونه بما يقولون ويكو قول عيان كفار قريش ويكو قول عيان وين أبنه الإلهي وما أنت أدوه سمتي سيدك محمد كاو عليم قرقودة بجبار من قهر آيه وما أنت مكي عليم قرقودة بجبار من قهر آيه لما تكون قهريك وعيسيه إذا أنت نبقى جهاز كالفرين فذكر وان يقول إلهي بالقرآن قرآن كقواني من دون يخاف وكعبتنية وعيد جوجيه فذكر وان يقول إلهي بالقرآن قرآن ك من دول يخاف وقعب صنعي وإيد يقول دقيقة وادث المؤمنين تاهي أيها أكو انتفاعي عرضوا إلى عيدا وحالها قادنا إياه إن شخص يقول الضوان تاهي الله يعيد إلا ما يسمع وعده ويقبله وهوي الله يسمع الله يعيد إلا ما يسمع وعده ويقبله وهوي قف وعده يستمقناه هو أخبره إنه يانا عدك إنه وحوش يجن أيها حبونا لي لكن هذا وهوي قف وهوي أنبا ما رسيا حمقل أمرسي وسمقلنا إلهي سبحانه وتعالى وأولهي فذكر بالقرآن من يخاف وعيد يقول إلهي بس وحالة يولا قفكاس أياكو انتفاعي مثل وعيد إليك بقعي مثل كان والد كما قشينا فجي يكون غنيتا عشر كان انت سوكيبيه ولا سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.